وباركتي لها دخلك؟ طبعا اختي ومخطبه ابنها، مو لازم بارك لها؟ وسوسو شبه سوسو كمان باركت؟ طبعا باركت وهنت وما خليت، وانت كمان لازم تروح تبارك. انا؟ ايه انت. بيوم الخطبه انا ببعت سبت ورد وبروح بحضر الحفله وببارك. سبت ورد؟ شو بده يعمل سبت الورد تبعك اذا الورود كلها رح تجي خصوصي محمله بالطيارات من سويسرا؟ من سويسرا؟ ولشو هالبطر هاد؟ بطر؟ والناس عايشه. ليش ابو العروس شو شغلته؟ كان سفير سابق بنص عواصم العالم. سفير سابق؟ يا حبيبي اذا كان صهرك بدون ما يناسب سفير سابق ما كان يتحاكى. بهلا يا لطيف يا لطيف اجعل البلا خفيف. وهي السلطه صارت جاهزه. شو منين هالعسل؟ جبته معي وانا جاي من المنحلي. منيح اجا بوقته. بس على علمي انك انت ما بتحبي العسل ولا بتحطيه بتمك. ليش العسل للاكل بس؟ والله انا بعرف انه للاكل. ايه للاكل ولشغلات ثانيه. انا رايحه نادي لرامي وسوسو. شغلات ثانيه؟ رامي سوسو يلا ماما قوموا تغدوا. هلا تذكرت. شو تذكرت؟ اني نسيت اكل. ايه قوم خلصني. قومي تغدي ماما. مالي جوعانة. حتى لو مالك جوعانة قومي كلي لك كلمتين تقيتي حالك فيهم. ما بدي اياكي تنسلي وتنبلي من هون ليوم الخطبة. ما رح احضر خطبة. شو؟ من هلا عم بقول لك خطبة ما رح احضر، واللي بده يحكي يحكي. يعني يلي بسمعكم انتو التنتين عم تحكوا عن سوسو وشو بده يصير بسوسو من ورا خطبة مازين، يظن على ان البنت رح تنهار وابصر شو رح يصير فيها. ليش مين قال لك انا مالي مستغربة مثلك؟ اخر شغلة كنت بتوقعها انه تكون البنت اعصابها قوية وتتحمل هيك خبر بدون ما تتأثر او تزعل حتى. بجوز مو اعصابها يلي قوية، بجوز حبها له هو اللي ضعيف. بيكون رحمة من الله. والله كنت هكلاني هم قد الدنيا، لأنه يا حصرتي البنت لما بتحب بتحب من قلبه رب. والشاب لما بيحب ما بيحب من قلبه رب. مو مثل البنت. سمعاني أمك شو عم تخبص؟ بابا بصراحة وبدون زعلها، الحب بالنسبة للمرأة هو قضية حياتها، أما بالنسبة للرجل فهو جزء من مجموعة قضايا بحياته واللي أقل أهمية بكتير من الأحيان. مرحبا. أهلين. شو عم تعملي؟ شوفت عينك، عم غير كلفة هالطقم مشان ألبسه على الخطبة. بلاقيكي مهموكة كثير بهالخطبة، لو خطبة بنتك ما كان هيك. يعني شو بنتي وشو ابن أختي؟ الخالة ولادي ومازن بسعر رامي. وأنت عرفت شو بدك تلبس على الخطبة؟ شو بدي ألبس يعني؟ هالطقم اللي عندي. الطقم اللي عندك قلعت عيون الناس فيه. شو بدك يعني؟ انت ترأسا واسناولي طقم بهديك الحسبة لحتى احضر خطبة كلها فشخرة بفشخرة. لأنه كلها فشخرة بفشخرة لازم تتأنق منيح لحتى تكون بمستواها. والله أنا من جهتي ما عندي استعداد اتنازل عن مبادئي وشارك بهذا النفاق الاجتماعي وهالمظاهر الكذابية كلها. لكن الورد كله جاي من سويسرا. ايش رح تدفع حق الورد من جيبتك؟ أنا عم أحكي عن المبدأ. ناس بيجيبوا الورد من سويسرا هدول مو بشر، ولا بيحسوا بآلام البشر، ولا عم بيعرفوا شو بيصير بالعالم، ولا عم بيسمعوا لا بالمجاعات ولا الفيضانات ولا التجويع ولا التشريد ولا العقوبات الاقتصادية ولا الفيضانات. هو علينا هلا كل ما بنحاكيك بموضوع بتفتح لنا هالسيار. يعني أنا لولا العيب والحياة ولولا أنه تتفسر اللي تروحتي على غير محمل كنت ضليت قاعد هون بأرضي وكنت بغنى عن أني مد إيدي لصافح هيك نماذج. لكن قلتي لي والد العروس كان سفير سابق؟ إذا خير رجليك كنت اسألي كان شي سفير مرة بالصومال أو السودان أو ناميبيا؟ نجيب
دخيلك ببوس ايدك يلي بدك اياه البسه، بس اقفل الموضوع. انا غير هالطقم اللي عندي ما راح البس، فهمية بقى؟ لانه ما بتزينه عروقه وما بتزينه خروقه. ايوه. اي لك شو ما تحضري الخطبه، بدك تشمتي اللي بيسوى واللي ما بيسوى فينا. ما رح احضرها يعني ما رح احضرها، اساسا ما رح اقدر احضرها، ما رح اقدر اشوف الفرح بعيونه وبعيونه وانا من جوا عم موت. صلى عدوينك ويلي بيريدوا لك يا رب. الله لا يسامحك يا فاتن يا بنت كريم ونبيله، بس بغطيت بنتي. ماما دخيلك لا تحمليني فوق طاقتي، حفله الخطبه فوق طاقتي بكثير. والله بكره لجوزك احسن منه، انت بيستاهلك ابن ملك مو ابن مالك الجوربة. حاجتك بكي بقى، يلي ببيعنا بالفول منبيعه بالقشور، ما بدي اشوف ولا دمعه. سمعاني؟ ولا دمعها. مرحبا. اهلا وسهلا مدام، شو طلبك؟ في غنية بس ما بعرف لمين، مدري لعمرو دياب، مدري لمصطفى قمر، مدري لإيهاب توفيق، مدري لمحمد فؤاد، مالي متأكدة. شو اسم الغنية؟ بعتقد اسمها ولا دمعة، بس ما بعرف إذا إلها اسم تاني. إيه عرفتها مدام، هي لخالد عجاج. خالد عجاج؟ هذا مطرب جديد يعني؟ مطرب جديد؟ ولو يا مدام، هذا صار مطرب مخضرم. بالظاهر معلوماتك الفنية بايتة كتير. لوين؟ لعند الخياطة؟ لا عالسوق يقطع قماشة. يو مو هديك المرة قطعتي قماشة واخدتيها لعند الخياطة مشان تلحق لك اياها على الخطبة؟ هديك كانت مشان خطبة مازن، هلا بيقطع قماشة مشان خطبة مايا. مايا؟ ايه مايا، بركي هجم نصيبة فجأة على سامي اخوها لماسة، بقى لازم انا لحق حالي اتحضر من هلا خاطري. هلأ صار المبلغ محرز، اتدينت من حالي شوي من مصاري البيت مع حق السنسال والأسوارة، هلأ صرت بقدر اشتري لك أجخ قطعة من أحسن محل بالشام. قلت لك على الخطبة ما رح أروح. وأنا قلت لازم تروحي، شو بدي أقول قدام أهلي؟ والله بتحب مازن وزعلانة لأنه ما خطبها؟ تحججي لهم أي شيء، قولي لهم إني مريضة. شو هالصدفة هي؟ ما لقيتي تمرضي إلا بيوم الخطبة؟ قولي لهم إني وقعت، كسرت إيدي، كسرت رجلي، كسر ضهري، كسر كتفي، كسرت كلياتي. لك شو هالفعلات هي؟ الله لا يقدر. تحججي لهم بأي شيء، بس أنا على الخطبة ما رح روح. شو رأيك فيها؟ أرجيني؟ واو بتجنن يا عمتي، بتطير رائحتك من الصبح، وانا مدور بكل المحلات لحتى هلكت لما لقيتها بالاخير. ان شاء الله الف مبروك. ايه بس هي ما عاد تلحق معك لانه خطبه مازن بعد بكره. ايه هي مو لخطبه مازن، هي لخطبه مايا. خطبتي انا؟ ايه. ومنين راح تلاقي شاب احسن من سامي؟ انتو شو صاير لكم؟ لسه سامي سامي سامي؟ الشاب يا دوب شفته مرة وشافني مرة، يعني لا بعرفه ولا بيعرفني. ايه بكره بتتعرفوا على بعض، هي هي رح يجي على خطبة اخته، وبالخطبة بتاخدوا بتعطوا مع بعض. معلش عمتي، إذا جوزتي أمي بزماناتك مو معناتها تجوزي العيلة كلها، على القليلة أنا خليني خارج نطاق اهتماماتك. يو 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 دخلك، ليش هيك بنتك التقمت فيني؟ هذا فوق ما عم بسعالها بعريس كل بنات الشام وبيروت بيحلموا فيه. معلش عمتي تقبريني، ما تاخديها على حكي لمايا، هي متضايقة شوي ومعصبة مشان بنت خالتها. شو دخلت بنت خالتها بالموضوع؟ شو بيعرفني، بس هي متعاطفة معها وزعلانة مشانها.
إذا صاحبت العلاقة كلها على بعضها مو مطشوشة. لك ما شفتي امبارح كيف كانت عم بتكر وتور وتقيم نكتة وتحط نكتة؟ طلعت مو حاطة مازن ببالها بنوب. هلا بدك تقنعيني إنك منيحة؟ وحياتك منيحة. لكن ليش ما بدك نروح بكرة لشي محل ناكل بوزة؟ قلت لك عندي موعد مع الخياطة. إيه منروح بعد الموعد؟ أو لأقول لك باخدك أنا لعند الخياطة وبعد الخياطة منروح منعملنا شي مشروع. وبالمناسبة بشوفك شو عم تخيطي. لا 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 ما في داعي، حابة أعمله سيربرايز. سيربرايز؟ علي أنا؟ ولو سوسو أنا مايا بنت خالتك. خلص خلص مايا، بكرة بشوف. أنا بتصل فيكي. يلا باي. تعي 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 يسيلي هالرواق فورا. لازم اليوم تنقي واحد منهم ورجع الباقي للمحل. تركت هويتي رهن عنده وطلعت له بمية حجة لحتى قبل جيب الرواق على البيت. لا رح قيس ولا رح روح. لا رح تقيسي ورح تروحي. يلا ما عاد صفي وقت، الخطبة بكرة ولهلا ما بتعرفي شو بدك تلبسي. عم بقلك ماني رايحة، بعدين مو شايفة كيف كملاني محاسني وطلعتلي تأبيد لسخونة؟ ما رح روح وأنا تأبيد لسخونة بنص وشي. أنا ماشية لوين؟ ما بعرف. لك يبعت لحمها الخطبة وساعتها، يبعت لحمها نهار بكرة. يا ريتو ما يجي. الله لا يسامحك يا مازن، الله لا يسامحك يا فاتن يا بنت كريم. مرحبا مجدة. أهلين. خير شو بكي؟ ما بني شي، راسي واجعني. هلا كل ما بسألك شو بكي بتقولي لي ما بني شي راسي واجعني؟ ايه راسي واجعني. يعني على مين عم تتزاكي؟ ليش عم تستغبيني؟ ان شاء الله مفكرة اني ما بعرف شو بكي، وان شاء الله مفكرة اني ما بعرف شو بها بنتي سوسو، وان شاء الله مفكرة انه تمثيليتكم هي رح تمرق علي. ولك انا بقرا عيونكم وبعرف قديشكم مقضين وفايرين من قفا خطبة مازن. ولك أنا بعرف كل شيء. إذا بتعرف ليش عم تسأل لكان؟ مشان تفضفضيلي من حالك، مشان تقليلي مثل ما بيقولوا كل هالنسوان لجوازهم. شو بدي أقول لك؟ شو بكي؟ ما بني شي، راسي واجعني. سلام قولا من رب الرحيم. لك إذا فكروا مليون رجال أنهم يفهموا مرة وعجزوا، أنا بفلح. أنا فهمان، فهمان كل شيء. الحقيقة أنا بصراحة، يعني بصراحة طبعاً بصراحة، الصراحة مطلوبة دائماً بين المريض والطبيب. إيه حكي لي هلا شو الأعراض؟ الأعراض إنه أنا ابن خالتي خطب وحفلة خطبته بكرة، مشان هيك بدي إياك تعملي عملية زايدة. قالوا مرحبا فتونة، كيفك حماية خانو؟ اي لا حرام عليك، بكير علي يصير حماية من هلا، على القليلة لصير قدك، مو انتي اختي الكبيرة؟ بكرة؟ على الحفلة. اي لا اكيد ما رح نتأخر. ما قلتي لي فتوني سوسو مرقت لعندكم شي؟ لا قالت لي بدها تنزل على السوق مشان تكمل اكسسوارات الروب تبع الخطبة بكرة،
فقلت لحالي يعني بركي نزلت هي ومايا. طيب حبيبتي ماشي، بكره بشوفك. فتوني امانه، ها اذا لازمكم شيء قولي لي، ما في احلى من انه الواحد يركض بالفرح. طيب باي. وين بدها تكون راحت يعني؟ يا بنتي الصحة تاج على رؤوس أصحاء لا يراه إلا المرضى، وأنت صحتك رسمالك بالدنيا، وصدقيني كل كنوز الأرض ما بتغني عن الصحة. بقى مو بهالبساطة الواحد بقرر إنه يجي يعمل عملية يفتح بطنه وقيم الزايدة. طيب بقيم المرارة؟ أنا برأيي عمو تروحي على بيتكم تهدي وترتاحي، وإذا ما بدك تحضري الخطبة بكرة خلاص لا تحضريها. العملية رح تكون مبرر كافي وقوي إنه أنا ما أحضر الخطبة بكرة، وإلا قلت روحتي رح تتفسر إني أنا متضايقة أو غيرانة. يا أنسة أنا آسف، ما عندي وقت ضيعه معك، في مرضى برا بحاجة لوقتي أكثر منك ومن قصص حبك. ألو؟ مرحبا ماما، كيفك وكيفه بابا؟ أنا منيحة، أنا منيحة كتير ومشتاقة لكم. ماما سوسو اجت لعندكم شي. مجدة ماما شبكي؟ شبو صوتك؟ ماما دخيلك، لا تحسسي اللي حواليك إنه أنا فيني شي، خليكي طبيعية قدامهم. مستعيلة عندي ماما أنا مالي منيحة، أنا مالي منيحة بنوم ماما. مع مين كنت عم تحكي؟ مع مجدة، قال حابة مر لعندها مشان تفرجيني روب سوسو اللي بدها تلبسه على الخطبة بكرة. بكرة بتشوفيها لابسته بالخطبة. بدها تاخذ رايي اذا لازمه شيء مو لازمه شيء، هيك شيء يعني. طولي بالك ماما، طولي بالك، هلا بترجع. الله يمرق الخطبه على خير لنخلص بقى. يعلي عليك يا سوسو. ملي عم صوت، يلا حبيبتي. عمتو حبيبتي، يلا حبيبتي. قريني هالموبايل اللي معك سكه. على عيني، خلي جربه. جربيه. الى اللقاء. اما يا عيني شو هالموبايل بفش القلب. شو الفايده اذا كان مو شغال؟ خلص عمتي رح اشتري لك واحد من هون الشغل. باي عمتي. مرحبا نادو. سلام. شو جايبين كل السوق على كلها؟ كلكم مرات. شو وينها ماما؟ ما بعرف اي شيء. انا الثاني. مرحبا بابا. اهلين حبيبتي. شو وينها ماما؟ أنا راحت لعند مجدة بدها تعطي رأيها بالفستان اللي بدها تلبسه سوسو بكره يوم الخطبة. شايفة؟ العيلة كلها ملتاشة مشان خطبة مازن بكره. إن شاء الله يا رب هيك دائما، منلتاش ومنركض بالفرح وبس. طولي بالك ماما، طولي بالك.
في وحده بتكون خطبه اخوها بكره بتقوم تقعد هيك مبوزمه؟ المهم انت تكون مبسوط. انا بالنسبه لي اكثر من هيك بسط ما بقى يصير. يعني في حدا بصح له بنت مثل ماسا تحبه كل هالحب وما بينبسط؟ عن جد هلا ماسا بتحبني كثير، يعني اكثر ما بتتخيل. يا حرام يا ماسا شو بتحبني. ليش يا حرام بقى؟ لانه بتزعلني، يعني هو الحب الزايد برافو بس احيانا بزعل. يعني هي بتحبك اكثر ما انت تحبها؟ انا بحبها، يعني بحبها عن جد، بس طبعا يعني هي بتضل تحبني اكثر. مسكينه يا ماسا، مسكينه شو بتحبيني. صحيح شو كان الرياكشن تبع سوسو لما عرفت اني خطبت؟ عادي. شلون عادي؟ واكثر من عادي. سوسو عادي؟ لتكون عم تتستري عليها؟ مالي مضطره ستر على حدا، هي الحقيقه. سأل ماما وتيتي وجده وعمته جميله. عادي. مرحبا. اهلين. عمو عادل موجود؟ موجود بس في عنده ناس جوا، تفضلي انتظري. شكرا. يعني ما لمحت ولا تلميح وين بدها تروح؟ كيف بتخليها تطلع انت الثانيه؟ كنت منعيها. وكيف بدي امنعها انت الثاني؟ اقفل الباب ولا لا تروحي؟ اهدوا شوي يا جماعه وخلونا نعرف شو بدنا نعمل. يا اهلا وسهلا. اهلين. متكلين على الله عليكم استاذ. ولا يهمك، انا بنفسي رح اشوف اخراجات القيد العقاري وبرد عليك خبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين ابو طارق، تفضل تفضل. تفضل. انتظرني شوي اذا سمحت، تفضل. اهلين سوسو، صار لك زمان هون؟ لا مو كثير. طيب تعالي حبيبتي انتظريني هون على ما اشوف الموكل وبيجي. خذ وقتك. تفضلي تفضلي. يا ميرفات الله يرضى عليك، اثنين قبل واحد للانسة واحد. مرحبا تيتا. عنا شلونك تيتا؟ اهلين حبيبي، كيفك تيتا؟ مشتاق لك كثير. شو بكون؟ شو في؟ اختك. شو بها اختي؟ عم تبكي حبها الضائع من دون ما حدا يعرف وين اراضيها. على كل المشي الحال، وفي احتمال باذن الله بجلسه بكره تنفصل. شكرا يا استاذ. اهلا وسهلا فيك. اهلين ابو طارق، الله معك، مع السلامه. يعطيك العافيه. الله معك. لا تحولي لي اي مكان. ميت اهلين وسهلين بسوسو، شو هالخطوة العزيزة هي؟ خير عمو، شو بك؟ وينك نبيلة؟ بدك كل هالساعات مشان تشوفي اكسسوارات الروب تبع سوسو؟ ايه طولتي. يلا يلا رح بجي. بقي كم اكسسواراي عم تساعد فيهم انا ومجدة. انت ما عليك، نجيب بيوصلني. الله معك، مع السلامة. الله يمرق هالخطبة على خير. لو بنتك نورة محلي شو كنت بتنصحها؟ شوف يا سوسو، حلو انه الانسان يحب، وحلو انه قلبه يدق، وحلو انه يحس انه في بهالدنيا شخص بيعني له كثير وبيحبه كثير، لكن الاحلى انه تكون هالمشاعر متبادله بين طرفين، لانه ساعتها بصير الحب مبعث للفرح بيناتهم، وبيخليهم يقدروا يتحملوا الحياه بكل اعبائها وكل مصاعبها. اما اذا ما كان هذا الحب متبادل فساعتها في واحد من الطرفين رح ياكلها. بدي ياكلها لأنه مثل ما ممكن الحب يكون مصدر لسعادة قصوى، أحيانا كمان بصير مصدر لآلام مدمرة، إلا إذا قدر الإنسان يجير هذا الألم لحتى يخليه يعمل أشياء مفيدة بالحياة، غير أنه يبكي ويسوح وينوح ووقف على الأطلال. أنا مو بس مو قدراني أعمل شيء، أنا ما فيني أتحمل الحياة بدون مازن. لا يا سوسو، الحياة لا بتوقف عند مازن ولا عند غيره. الحياة أوسع من هيك بكتير وأرحب من هيك بكتير. أنت لساتك صبية وحلوة وذكية ومتعلمة ومستقبلك قدامك. مستقبلك لازم تعمليه بإيدك، ما توقفي لا عند مازن ولا عند غير مازن. خذي هالمحفظة، مسحي دموعك
وطلع فيني منيح. مازن هلا خطب وهذا صار امر واقع لازم تتعايشي معه. نحن يا سوسو لازم ناخذ الحياه مثل ما هي، ومو كل شيء بدنا اياه الحياه بتعطينا اياه. شو قال المتنبي؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فنحن لازم نضل مستمرين ومتوازنين حتى ولو الريح اجت بعكس سفننا. صعب. اكيد صعب، ما في شيء سهل. ليش مين قال ان الحياه سهله؟ لا، الحياه صعبه، بس الانسان بالاراده بيقدر يعمل كل شيء. واهم انتصار بحققه الانسان بحياته هو انتصاره على ذاته. مشان هيك يا سوسو الله يرضى عليك بدي اياكي بكره بكامل تألقك واناقتك ومكياجك وشعرك تروح على الخطبه تبع مازن وماسا وتباركي لهم بدون لا عمليه مراره ولا عمليه زايده. وتحاولي، انتبهي انا عم اقول تحاولي قدر الامكان انك تفرحي لفرحهم، لانه طبعا نحن بشر ما لنا ملائكه، بس الانسان لازم قدر الامكان يشوف او يتفائل انه لسه في بهالدنيا فرح جاي وممكن يكون له نصيب بهالفرح. ويا عالم مين بيعرف؟ مين بيعرف يا سوسو؟ فرح؟ شو سوسو خانوم؟ بكره بدي اياكي بحفله الخطبه متأنقة ومتألقة. متألقة؟ متألقة وانا بتقبل تسخوني بنص وشي؟ هي ستي هي بسيطة، شوية فون دتان لا بيعود ببين لا تقبل تسخونة ولا تقبل تبرودة. افرديلي هالوش لشوي، اعطيني ابتسامة. هيك ها. وتذكري سوسو انه قصص الحب الخالدة والعظيمة كلياتها كانت عن الحب المستحيل. جميل وبثينة، روميو وجولييت، قيس وليلى، ولا انا غلطان؟ طيب ستي يلا خلينا ننزل لانه اهلك اكيد غلي قلبهم عليكي. مساء الخير يا جماعة. هلا يا سهرة. لك وين كنتي؟ لك ما الله شغلتي بالك. هلا اتركوها تفوت ترتاح مشان بكره تروح على الخطبة وهي متأنقة ومتألقة. شرف اخي هذا شرف. لا بدي روح انا ابو رامي مشان انا التاني بكره اروح على الخطبة وانا متأنخ ومتألق. منيح لكان بتلحشني بدربك قدام بيتي. لا انا بعترض على كلمة بتلحشني، انت حماتي وتاج راسي بوصلك على البيت مو بلحشك. يلا ستي يلا. شكرا كثير لك يا عادل يا سهرة. لكان لجيب شنطاي. يلا حبيبتي يلا. شو اخي عادل قال بدهم يجيبوا الورد من سويسرا بالطيارات؟ يا سيدي اللي معه بيرش هالمخلوطة. ايه بس اللي معه ما لازم يتكبر ويتجبر، ما لازم يكفر لانه هذا اسمه كفر. سيدي الله يعطي الناس كلها خليها تتهنى بهالحياة. انا جاهزة عادل. يلا يلا حمادي يلا شرفوا. الله معك. يلا خاطركم يا جماعة. سلامات ابو رامي تصبحوا على خير. سلام. باي رامي حبيبي. باي باي. ود عم بابا. يلا تصبح على خير. تصبح على خير رامي. على السلامة يا عمو. صباح الخير ماما. صباح الخيرات. هلأ ناوي يفوت على المطبخ وساوي ماسك عسل لوشي. بركي كمان انتي بتقومي وتساوي ماسك عسل لوشك لحتى ترتد دمويته، حتى يبان وشك اليوم مرتاح بالخطبة. بعتلي حمى ان شاء الله، صاير وشك عرض اصبعتي. وناقصني غير ماسك بالعسل ولا بتقبيل تسخونة. هاي الزيت والعسل خلطناها بقيان صفار البيت. انا لا بقى لي ماسك عسل انا، ولك انا بقى لي ماسك بصل على هالحظ وعلى هالعمر وعلى هالهنا اللي انا فيه. مرحبا نعيمه. اهلين خدي الشنطة عندك مشان ما ينتقل القطط. عملتي مساجات لوشي؟ ايه عملت، وحطيت من ماسك العسل اللي جبت مثله لعمتي من بيروت. شو؟
وين نايم؟ لساتك نايمة؟ عم بعمل ريلاكس شوي. طيب فهمنا، ما بدك تتأنقي مشان سامي، على القليلة تأنقي مشان خطبة أخوكي. يعني شو أعمل؟ يا ماما رتبي حالك مثل كل هالصبايا، روحي اعملي مانيكير وبديكير، روحي لعند فادي خليني أقلك موديل لشعرك، اعملي مساجات لوشك. بكير علي من هلا أعمل مساجات لوشي. البنت كل ما بكرت بالاعتناء ببشرتها بتلاقيها أكثر لما بتكبر. إيه إن شاء الله من بكرة ببلش بعتني. إيه بس خطبة أخوك اليوم مو بكرة. الخطبة خطبة أخي مو خطبتي، العيون رح تكون كلها على مازن وماسا، يعني مو علي أنا. ولك آخ منك آخ، خليك عم تطيري العرسان من إيدك بلا طعمة. يا حوينتك يا سامي. عبال ما تفرح بولاد وبلادك يا الله. أهلين بابا، مبروك يا أبو مازن. حبيبي ألف مبروك. مبروك سهر يا مبروك. ألف مبروك. مبروك حبيبي. مبروك تقبرني. مبروك حبيبي. فكتوني. مبروك. مبروك يا أستاذ. مبروك مبروك مبروك. تعال عندي. الله يبارك فيك. عدل نار. مرحبا. أهلين. خليك اسأل بنار. خليك شوي. شكرا. أهلين بابا. أهلين. إن شاء الله ألف مبروك. مبروك فتور. الله يبارك فيك. عبال مايا. الله يسلمك. مبروك. مبروك عمو. مبروك. مبروك ألف مبروك أبو مازن. ألف مبروك. مبروك. مرحبا يا جماعة. أهلين مبروك. ألف مبروك. شو الأناقة يا شادية، شو الأناقة. تفضلي شادية. شكرا. شو هناك يا عبيد؟ هل مرهوم؟ هلا هلا. صنع. يلا سيدي بالانتظار. I'm
ولا هجر قصرك وارجع بيت الشعر واعمل لهني ولا هجر قصرك وارجع بيت الشعر واعود لهني بعد ما دقت القهر وانسى مدينة ذو أرضا من تبر والله وانسى مدينة ذو أرضا من على فكرة إذا ما قمت لحالك شوي تاني أنا رح أعينك أهجر قصرك وارجع بيت الشعر أنا بالأجواء الزعبة لو رحلي أنا بالخير عدبكي جاي على بالي خبت على الأرض وسط الورود اللي جاي من سويسرا قومي قصق الشاعر أبدا من الذهب وما ببدلته بيبي طاب الرجب ولا قصق الشاعر أبدا من الذهب ولا فضل كهرب على نور القمر والله ولا فضل كهرب على نور القمر ولا هجر قصرك وارجع بيت الشعر برضون إذا بيشيل تعرفون بقدر أسألك سؤال سبيشال شوي تفضل ليش ما عم ترقص نجي كل هالصبايا؟ ليش ضروري أرقص نجي كل هالصبايا؟ لا هو مش ضروري بس يمكن أنا فضولي شوي ما بعرف ما عم برقص لأنه نجي ما عم برقص طيب اسمحوا لي أسألك سؤال كمان سبيشال شوي تفضل انت مرتبطة شوي؟ ما بدك تشرب عصير؟ لا جيب لك كاس عصير تروق دمك فيها ايوه فاتن نعم لا مالي راجع الغدا يا مفرج الهم تفرجها علينا يا رب تفضلي ماما لإيدين. الله يرضى عليك يا نادية لحقيني بحبتين وجع راسي أنا التانية حاسة شوكيش عم تطرق براسي سلامتك تفضلي عمتو حبيبي تقلبي تكبريني إن شاء الله يعني عليك يا مازن يا علي عليك يا مازن والله ما بيستاهل اللي صار معه والله ما بيستاهل اللي صار معه طرطور يعني والله غريبة كروت الخطبة مكتوبة بمية الذهب وورود الحفلة جاي من سويسرا بس لحتى بالأخير الآنسة ماسي تجاكر خطيبة الأولاني وتخلي غار عليها ويرد يخطبها ويتجوزها من جديد يا حرام يا مازن قديش هلا بيكون موقفه صعب مو بس صعب ومعقد كمان لكان مازن الجورابار يطلع بالأخير مجرد حيلة أداة تنفيذية لمقارب الآنسة ماسي ومراميها البعيدة يا حرام يا مازن هي آخرتك طرطور مين ما بده يعني أنا مالي هون ولا قلك
اسحبي فيهاش التليفون كله، ما بدي رد على حدا. وبركي حدا من اهلك؟ حتى لو كانوا اهلي ما بدي رد على حدا. اخ الله يمرق اهلي يومين على خير. فاتن ما عم ترد لا على العادي ولا على الخليوي. بيكون الحكي مطالع معها هلا. وليش لحتى ما يطلع مع الحكي؟ شو صاير بالدنيا؟ مازن مو اول شاب بيخطب بيفسخ ولا اخر شاب. بابا مازن مو هو اللي فسخ الخطبه، ماسا هي اللي فسخت خطبتها عليه. ماسا؟ اني ما تسمع بي الاسم مره ثانيه، الله لا يوفقها على اللي عملته. ايه وشو عملت البنت؟ وشو الفرق اذا كان مازن هو اللي فسخ او هي اللي فسخت؟ ما في اسمه ونصيب، هذا كل شيء. ولي علي تشعلق فيها. بلا تشعلق بلا تبعلق، ما في اسمي، هذا اصل الحكي. عمته بكره بينساها وبيلاقي الف وحده تتمناه. انا الشيء اللي ما عم بقدر افهمه، انه ليش خليته بالاساس يحبها ويفكر فيها ويخطبها؟ وبعدين تحيجوا انه ينساها. كيف بتدفع اهلها ما فتحوا رزق؟ خطبه وحفله وورود وكرود وسفر بفيات مئات الوف من الليرات، هذا كله بالاخيره على الارض. عمته هلا هذا اللي همك انه تنقص ثروه اوغلي باشا من طرف الجيبه؟ هذا من طرف الجيبه؟ ماسا كانت عم تلعب، والمهم بالنسبه لها بالاخير انه زبطت مع اللعبه. بس عواطف الناس مو لعبه، ما بيجوز. على كل حال هي فرصة قدام مازن لحتى يرجع يعيد حساباته من أول وجديد ويتذكر كم مرة لعب بعواطف البنات بس مشان لحتى يتسلى. أم الله بعت له مين يتسلى فيه وبعواطفه. هلأ مازن جورا بار طلع بالآخير تسلايته لماسا خانه؟ طلع طرطور؟ ما بدكم تعشوا؟ صرتوا مسخنة الأكل ثلاث مرات. سألي ماما. ما بكون تتعشوا؟ لك ما حدا منكم تغدى اليوم؟ ما بعرف، اسألي مالك. مازن؟ يا مازن؟ مازن؟ مازن ماما؟ مازن؟ 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 مالك؟ شو بيه؟ تعال تعال. شو بيه؟ مازن نزل من البيت معصب وما بدي اياه يسوق وهو معصب. نعيمة؟ نعم. ناولي لي مفاتيح سيارتي بسرعة. هلا بدك تلحقي من منشفي على راسي؟ رح اروح شوفه انا. يا ربي يا ربي، منين اجتنا هالقصة؟ مازن بعده جرحه جديد بس معه بيطيب. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجرح اللي جرحه. ابني مازن ماله لعبة، ابني مازن ماله طرطور. الو الو بابا مازن حبيبي، لا تسكر، اهدى شوي وحاكيني. بابا ما بدي احكي مع اي حدا بالعالم. بابا انا مو حدا، انا ابوك حبيبي، انا بقدر اقدر وضعك واتفهم حالتك، بس اعطيني فرصه لحتى اساعدك. ما بدي حدا يساعدني، خلاص اتركوني لحالي بقى. كيف نتركك لحالك؟ كيف يعني بدنا نتركك لحالك وانت عم تسوق هيك مثل المجانين؟ مشان وحده بنت ما بتسوى ضفرك حتى. بابا مو مشان اي بنت بالعالم، انا من يوم بحبسوه مثل المجانين، شو بكون؟ طيب بابا بس مو انت معصب؟ مالي معصب، مالي معصب، انا مجنون، انا طرطور بابا، انا طرطور. بابا انا طرطور بابا. بابا حبيبي اهدى. انا طرطور. اهدى حبيبي اهدى. تيك ات ايزي مازن. ايه فاتن، ايه ايه مشي الحال. ايه طيب باي باي. ايه مازن هديت شوي؟ طب شو رأيك نروح نتعشى بشي مطعم؟
او نروح نلعب شي محل نشرب كابوتشينو اللي بتحبه. Just as you like. حبيبي انا بدي اقول لك انه ما في بنت بالعالم تستاهل انك تعمل بحالك الشيء اللي عم تعمله، ولا في بنت بالعالم تسترجي انه تعمل منك طرطور. وبكل بساطه لو انا محلك بخطب راسا، بخطب بكره، بخطب فورا، وبرجي العالم كله انه انا كمان بقدر العب عليها مثل ما هي لعبت علي. It's easy بهالبساطه هي. هذا هو الرد المناسب، هذا هو الرد البليغ. ومن هلا عم اقول لك بابا اشر لي على اي بنت لاخطب لك اياها بكره واعمل لك عرس ما صار ولا بألف ليله وليله.